لما كنا كنتكلموا مع هذا المذيع، الإشكال ماشي في رقم واحد، ماشي المشكل في رقم واحد. أنا قلت لكم مباشرة الآن، تعالوا نناقش من رقم واحد. الآن نخرج عينينا، هما كيخرجوا عينيهم، حنا غنخرج الآن عينينا. إذا بحثنا في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وغنجيو على رأس اليوتيوب، غنجيو اليوتيوب وغنعملوا واحد البحث، ما هو الاسم الأكثر الذي يبحث عنه في العالم في الرقية الشرعية؟ هناك الآن برامج تساعدك في هذا البحث، وكنت نقلت مقاطع ولتعرف قوتها، منها من أسقطه الأعداء. نعطيكم الآن، بغيتكم تنتبهوا، ما أعطيكم صدمات الآن، غنعطيكم واحد الصدمة، وكنتمنوا تقطعوا هذا المقطع وتحطوه بوحدو، عقلوا على الدقيق. أعطيكم الآن صدمات قوية جدا. أنا من طبعي ما بغيتش نتكلم، ولكن استفزني وقع وحال بعض الإخوة، بعض الإخوة الغيورين نقلوا الأمر، وأعلم أنه نقلوا من باب المحبة. يعني خونا نعيم البعض راه مرض، علاش؟ لما التقيت مع الصحفي وتكلمت وأعطى عنوان الراقي يقول أنه رقم واحد في العالم، قال لي يا لقد قاموا عليك زوبعات ونعرات وفتن و كحالهم دائما في أي موضوع وفي أي بحث وفي أي جلسة وفي أي شيء غريب في عالم الجن أو في عالم الرقية، أو حتى في مدح من الناس أو ثناء من الناس أو من وعاظ أو من علماء أو يرونك في الأسفلين، وهم لا في العير ولا في النفير وليسوا حتى برقى. هذا هو الكلام. الآن نريد أن نعمل دراسة بسيطة جدا بالعقل. أخي أبا الحسين، والله الذي لا رب سواه، وأنا أقولها وأعرف قدرك أخ طيب، أنا أقول هكذا باش تفهم أخويا أبا الحسين، اسمع مني والله يشهد، والله وددت أن الإخوة كلهم على علم وعلى دراية وعلى نجاح وعلى سعة وعلى غنى وعلى قبول وعلى محبة، وربما نيتي هي اللي كانت جزع عليها، اسمع مني مزيان أخويا، وما ظلمت أحد وما أسأت لأحد، اسمع مني مزيان، وسأبين أمور من بدايتها إلى نهايتها الخاصة بالقضية رقم واحد. قد يقول قائل في الإعلام، لا ليس في الإعلام فقط، وأنا أدعو من هذا المنبر كل باحث أن أتعرف عليه، قد لا أعرفه، ليس البحث بالكلام وإنما البحث بالميدان وبالوقائع والنتائج، وأنا أقولها وأنتم شهود، ما أصنعه أنتم شهود عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، أنتم شهداء الله في الأرض. إذا بحثنا في اليوتيوب من ناحية الإعلامية أو من ناحية المتابعة، ستجد أكثر الأسماء أو أكثر اسم بحثا في وسائل في الإعلام بشكل عام في الرقية هو اسم نعيم ربيع. بل أعطيكم صدمة قوية جدا، وكان عندي عندها دليل وربما أبحث عنه لا زال. بعض الإخوة المتابعين المهتمين بعالم التقنية والتكنولوجيا عملوا بحث في لعدة معالجين مغاربة، خذوا هذا السر، وجدوا من كتابتهم الدلالية التي لا تظهر لنا وإنما تظهر لأهل البرمجة في برمجتهم، أنهم يستعينوا باسم نعيم ربيع خفي ولا يرى، حتى من يكتب أي اسم لي يدلهم على مقاطعهم هم. فهمتوها ما فهمتوهاش؟ نعود لكم، وبينها بصورها بالترتيب وعمل لها فيديو وأرسلها لي. أعيدها، بعض الرقاة استعانوا بخبرتي في مسألة تقنية ديال هاد الإعلاميات وكذا،
ويضيفون اسم نعيم ربيع في كلمتهم الدلالية في صفحاتهم ومقاطعهم هذه التي لا ترى مكتوبة، لا ترى مكتوبة لكنها في الداخل في البرنامج، في البرنامج ديال المقاطع والقناة ديالهم، بحيث من يكتب نعيم ربيع ليدخل عندي هذه الكلمة تحيله كذلك ليكون معي ويرى كذلك معي، هذه موجودة بالدليل وبالأدلة، هذه موجودة بالأدلة. إذا بحثت على أكثر عدد في المشاهدة بالدقائق والصوتيات تجد مقاطعي بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية المشاهدة عرفناها. حين يقول قائل وربما أنت غير بالمشاهدة، أنت قديم. طيب أقول لك لم أدفع لليوتيوب درهما حتى يروج لمقاطعي، خذها وأنا قديم في الميدان وما غتغلبنيش خسرت 2000 درهم في النهار، ما دفعت لهم درهم بل هم يعطونني وإلى الآن ماله محسوم محبوس عندي ما أخرجت ولا فلسان. واللي بغيت يقن يجي يقول دراهمك معلقة، كنقول خليها هي من الله وإلى الله حتى أرى مكانها وأضعها فيه لله عز وجل، ما وقفش عليها الحمد لله، وهي كثيرة. باش نكون واضح ولما أستعمل الإشهار لنفسي، هذه مسألة أنا باش نبين لكم مسألة أخرى، انتبهوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. مسألة المقاطع، لو افترضنا مثلا أن غير المشاهدة من أجل المشاهدة، لا، لأن البعض ربما يسوق ويروج ويرمي أن تكون معلوم في الإعلام ليس معلوم أنك وصلت إلى نتيجة. نقول لك ما نجلي ونظهره ما هو اليسير النادر، ومع ذلك هذا اليسير النادر أقول للآخر أعطيني دليلك وبرهانك وحجتك، هذا منهجي وطريقتي التعليمية، هذه منهجتي وطريقتي الاستشفائية والعلاجية، وهذه ثمرته وعلاجه في إسلام الجن، في تحسن الحالات، في شفائها، وعندنا ما يثبت وما ننقله هو اليسير النادر. إذن حتى في المتابعة في المشاهدة في النتائج بفضل الله عز وجل في التعليم، وسيلين ونحن نسير على هذا السير. إذن رقم واحد فاش فرقي بفضل الله تعالى، ما شفش حاجة أخرى. وإذا ذكرت نعيم ربيع في الخليج في الدول العربية في المغرب تذكر اسم الرقية الشرعية، وإذا ذكرت الرقي المغربي دون أي اسم سيقول لك نعيم ربيع. نقول لكم قصة البارحة وقعت لي، تركت زوجي في مدينة فارس وأنا انتهيت مع الإخوة في مكناس والوقت أصبح مظلم وأنا أذهب بسرعة، والله رائحة الإطارات تشمها من داخل السيارة بسرعة والطريق ضيق ومظلم، وكان هناك يعني براج ديال البوليس، كاين هناك لجنة ديال المراقبة، شافوا ديك السرعة وكان وقفاني أنا مضطر، ما قانون هذا، وقفت أدليت بالأوراق، قال لي حالك غير طبيعي لابد أن نعمله بحث يعني وش رشيرشي وش كذا إرهاب كذا. سكت ما تكلمتش، والله ما تكلمت، مثال بسيط ما تكلمت. تأخر عني قليلا، خرجت من السيارة ذهبت عنده، قلت اسمع والله زوجتي تنتظرني ويجب أن أذهب بسرعة، وتأخرت عنه. جاء ذاك الضابط الكبير الشف، قال له شنو؟ قال له راه كذا كذا. قال له شو اسمه؟ قال له والله هكذا، قال اسمه نعيم ربيع. قال لي انت اللي معمر اليوتيوب؟ والله العظيم. قال لي انت اللي، قلت له انا. قال لي والله العظيم لو ما كانت عندك ولا ورقة تذهب، خذ ورقة وذهب. قال لي لو كانت حتى ورقة نخليك تمشي. قال لي جزاك الله خيرا. قلت له وانت من جزاك؟ قال لي الله يجزيك بخير، بغيت الرقم ديالك. قلت له ها رقمي ولكن ما ترسلش ليا، ارسل لي رسالة نصية صغيرة وانا اتواصل معك لان كثرة الناس وكثرة الاتصالات. قال لي اذهب واقسم لو وقف فيها الناس، وقال لي ترجع بعيد عليك، عاود ارجع من دور واحد اخرى. يعني انا هذا اجده وكل من يكون معي يجده عند لي جندار في الرجوع في الدخول بزنيقه، عاودت لي بسرعه. قال لي ذاك لي جندار قال كتعرفني؟ عقلت عليا؟ قلت عقلت عليك. قال لي كي داير لاباس؟ قال لي صافي سير شتي لك بسرعه انتبه. قلت له جزاك الله خير اسمحوا لي، ومشيت. والله العظيم هذا في الطريق في المؤسسات في المقهى في الشارع في الرياضة في كل مكان، ما يكونش وليد الصدفة. هذا الاسم بفضل الله عز وجل فيه خير، ذهب إلى البيوت إلى المدارس
اخت مسوسه تقول لي اسمك مقاطع تترجم عندنا في سويسرا وتشاهد في المسجد الكبير هناك. يعني ما كنتكلمش على نعيم ربيع، كنتكلم على رقيه، انا اسوق برقيه شرعيه، اظهر رقيه شرعيه بها اصبح كثير من الرقاه رقاه، بها كثير من الناس ابتعدوا عن الشعوذه، بها كثير من الناس فهموا شنو هو العين والحسد والسحر وانواع الجن، بها شخص الحالات بالمقاطع والصوتيات، ربما كانوا في طريق الذبح وطريق الجن وطريق الرقاه سنوات لكن شخصوا بالمقاطع، ربما تذهب عند الراقي وراقي وراقي خمس دقائق ربع ساعه ما تفهمش، ولكن عكفت على المقاطع والقناه فانفجر هذا النمرود او هذا العفريت او هذا الشيطان. صح ام لا؟ اذا هذه هي الامور. لما يقول الانسان رقم واحد شاء ام ابى، احب ام ابى، ولكن البعض يريد ان يطمر وان يخفي حقا، والحق جلي ظاهر. لو كنت انا كنسوق البوز، كنسوق سميتي والشهره بالمال فقط، هتكرني في مكان عالي. يعني تكون قناتي بهذا العدد ديال المقاطع والابحاث والمتابعات كلها بلغت المليون وكثر، ندير بحال شوف تي في وغندير بحال عدد من القنوات، لكن لا، تخليها غادا بخطى ثابته. ولو انني كنت كنستعن برقيتي غير انك نمولها مثلا دون نتيجه، تكون الناس مشاو، ولكن يوميا في الميدان، يوميا في المباشر، يوميا في قاعه الرقيه، في قاعه الحرب مع الجن والشياطين، يوميا في الردود، يوميا في البحث المتواصل الانفاسي مع الرقيه. مفهوم؟ حتى الناس لما تظهر فتنه ياتوا اليك، لكن لما يجلسوا في قاعه الانتظار او في قاعه الرقيه يروا ان الامر مختلف تماما عما يروج ويسوق اليه خارج الرقيه او خارج القاعه او خارج المركز من شبهات وفتن. اذا اردت تعرف من انا اسال الجيران. اذا اردت تعرف من انا اسال المرضى. اذا اردت تعرف من انا اسال من حولي. اسال من صاحبني ولا زمني. اسال وانا في السير 20 سنه ليس نبته ديال شهر وشهرين او لعام وعامين. مفهوم؟ فحينما اتكلم وانا اعرف خبايا وخفايا الجن، خبايا وخفايا عالم الرقيه، خبايا وخفايا الرقات، اعرف، لان لم يحارب احد كما حوربت، ولم يؤذى احد كما اوذيت، مع اني احمل الحب للجميع. مفهوم؟ حينما اقول رقم واحد ليس من باب الكبر او التعالي او التعاظم او الانا او حب الرئاسه والزعامه، اقول هذه السفينه يقودها اصغركم وانا طالب عنده وحامل لامتعته، لكن اراكم على خير. لكن في ساحه الكبار من يريد ان يهدموا بقوه اتصدى له، وانا اهل لها باذن الله. بالعلم، بالمعرفه، بالثقافه، بالتجربه، باش ما بغاو. ولكن سيروا انتم بثبات، لكن لا تخذلونا. لا نطعن من قبلكم. لا يقول لي في الاخر وهذاك منكم، قولوا نعم منا والينا. ولكن الصحابه منهم من سرق. الصحابه منهم من شرب الخمر. الصحابه منهم من زنى. الصحابه منهم من اقيم عليه الحد، صح ام لا؟ وانتم كذلك في الطب منكم من يقع في اخطاء طبيه، في الطب النفسي منكم من يسيء الى الناس و لكن انا لها ابحث وعندي ادله واجمع الحجج حتى اذا ما اردوا الحجه افحمهم. لكن لكل مقام مقال، لكن على الاقل انتم كونوا معي. انا اكون لا اريد شهره، لا اريد زعامه، لا اريد رئاسه، ولكن ينسب الفضل الى اهله وينسب الخير الى اهله. مفهوم؟ لا يطحن بعضنا بعضا وينطح بعضنا بعضا لصالح من؟ لصالح المشركين او السحره او العلمانيين او من يريد الى الرقيه والقران. مفهوم؟ شئنا ام ابينا، غنبحثوا في الانترنت. انا لست كاهنا ولا كافرا ولا فاجرا ولا فاحشا متفحشا، لا يرى علي الا الخير ولا امر الا بخير. والقناه هذه التي الان اصبحت تحارب، اقولها لكل متبع، القناه اصبحت الان تحارب، والتحذيرات تصلني من اليوتيوب من امريكا. مفهوم؟ اصبحت الان امام اعينهم قناتي، لانه كان تشكل لهم كابوس. اذا اردت ان تخفي نعيم ربيع علينا ان نخفي القناه، ان نتحد من اجل اغلاق القناه. أقول لكم شيء أحبابي، أنا لا يهمني قناة، لأن قناتي في قلوب العباد، قناتي في كل بيت. مفهوم؟ في كل بيت. ما عنديش أنا مشكل، لهذا نقول لكم ما كتشوفوش كنأكد على مسألة القناة المشاركة وندير لها إشهارات باش توصل، حتى المال ديالها ما كيهمنيش. أنا عملها وسيلة دعوية،
تعليمية تثقيفية نورانية للأجر والثواب بصدقة جارية. هذه هي النية التي من أجلها أنا أسير وأرفع عليه المقاطع بهذه النية بفضل الله سبحانه وتعالى. راه ماشي أنا تجاري فيها. البعض يظن أن يقول لك وترى خربها وتمن القناة كتدخل لي شحال ديال المشاهدة كتدخل لي فلوس. العقل السقيم والعليل والمريض شنو تعمل معه؟ وترى خربها راه السيد راه الناس كيبغيو عنده وكيبغيو كيبغيو يجيو عنده. واش كيبغيو يجيو عندي عيني زرقين؟ راه ما زرقينش. شنو؟ اش كيبغيو يجيو عندي انا؟ كيبغيو يجيو عندي لكي اساعدهم. كيبغيو يجيو عندنا عمر ربيع لانه يأملون بعض الله في النتيجة. كيبغيو يجيو عندي بعض الله عز وجل يشوفوا نور حتى تخف عليهم الحدة اللي عانوا معاه سنوات هنا وهناك. نقول لك غير بين وغتكون على خير. كن اهل لها، اجتهد بصدق، تعلم بصدق، ما تنافقش المرضى. حنا ما كننافقوش المرضى وما كنتهبش الرقاه بالنفاق، وانما لا بد من التقطير والتعليم. الرقيه راها بحر كبير جدا، الرقيه راها فهم.